الماسة الزهرية اللون المعروفة ببينكستار ستار والتي يبلغ وزنها 59.60 قيراطا بيعت في جنيف بسعر يعد قياسيا لحجر كريم بلغ 83 مليون دولار ولم يستغرق هذا المزاد الذي نظمته دار سوسبيز إلا خمس دقائق إنه مبلغ كبير من المال، ولكن هذه الماسة تستحقه، هي نادرة حقاً وفريدة، وإنها تستحق المال الذي أنفق في المسابقة. وبيعت هذه الماسة لرجل ملتحم في الستين من العمر على ما يبدو، رفض الكشف عن هويته، مكتفياً بالقول إنه يمثل الشاري.